اربع كوبايات دقيق، اتنين ابيض بيض، هنحتاج كمان كوبايه حليب دافي، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره ونص من السكر، معلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره محلب بودر، وده هتلاقيه عند العطار، ومعلقه صغيره من الكركم، رشه زعفران بسيطه، ورشه ملح، يعني حوالي نص معلقه صغيره من الملح. علشان ندهن وش الفايش هنحتاج صفار البيض اللي احنا حجزناه، احنا خدنا البياض بس للعجينه، اتنين صفار بيض، ومعلقه كبيره سكر، معلقه قهوه سريعه الذوبان، ومعلقتين كبار من الحليب. ده علشان ندهن بيه الوش. وبينا بقى نشوف هنتصرف ازاي في العجينه بتاعتنا. طلع بقى العجان تاني، احنا كان المفروض تمام. تعالوا بينا قبل ما نعجن تعالوا ندخل الفايش الفرن يستوي، ونطلع فاصل ونرجع عشان نعجن الفايش مع بعض. بصوا احنا هنشوف طبعا التشكيل ده اتشكل ازاي. ده كده الفايش بعد ما اتعجن واتخمر واتشكل وخمر مره تانيه، ده شكله، واحنا هنشوف احنا كده عملناه ازاي. فتعالوا بينا ندخله الفرن يستوي عشان نلحق نطلعه ونقطعه مع بعض. هيدخل الفرن على درجه حراره 180، تسويه الكيك على درجه حراره 180 علشان يستوي وياخد لون فوق وتحت، ونطلعه ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. يلا بينا. وعلى الرف الوسطاني زي ما انتم شايفين على درجه حراره 180 هندخل الفايش يستوي وياخد اللون بتاعنا. نعجن الفايش، كنا ورينا شكله ايه بعد التشكيل، تعالوا نشوفه في الفرن. بصوا على درجه حراره 180 وعلى الرف الوسطاني علشان يستوي ويبتدي ياخد معانا اللون والدنيا تبقى تمام، نخليه يكمل تسويته. اربع كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، هنحتاج بياض بيضتين، كوبايه حليب دافي، ربع كوبايه زيت، كمان عندنا معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره ونص من السكر، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره محلب بودر، ده نوع من انواع البهارات، ده موجود في عند العطار، معلقه صغيره كركم، ورشه زعفران بودر، ونص معلقه ملح. تمام. الدهن بقى صفار البيض اللي احنا حجزناه من العجينه مع معلقه كبيره سكر، رشه قهوه سريعه الذوبان، ومعلقتين كبار من الحليب، دول علشان ندهن بيهم وش الفايش. ويلا بينا بقى نسمي بسم الله ونحط بقى الدقيق في العجان. الدقيق نخلينه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بينا بقى نحط المحلب، مش كل ده، معلقه، ونحط كمان رشه من الزعفران، ما تكتريش، يا دوبك رشه لانه بيلون على طول. الكركم كمان ده عشان يدينا اللون الاصفر بتاع الفايش. نحط السكر، ونحط كمان الخميرة، واسيب بقى كل المكونات السائلة دي، بياض البيض والحليب والزيت والخل، مش دلوقتي، نقلب دول الأول مع بعض. تعالوا بينا بقى ننزل بياض البيض والزيت والخل، ونعجن بقى بالحليب حبه بحبه، والحليب لازم يكون دافي. يلا بينا. ادي بياض البيض والزيت، معلقه كبيره من الخل، ونحط نص معلقه من الملح، واللبن في ايدينا ويكون دافي وحبه بحبه.
لهم بس كده شكل العجينه ولونها طبعا الاصفر. بصوا باينه معانا اهي. لو عايزه اخلي اللون اصفر عن كده شويه احط شويه كمان من الزعفران. انا بحط حبه بحبه بصراحه علشان ما يبقاش مسفر قوي زياده عن اللزوم. العجينه خشنه خالص خالص بتتقطع تمام، فعلشان كده لسه هنقعد نعجنها بس كده خلاص القوام بتاعها حلو قوي. محتاجه بس ان انا احط لها رشه الزعفران اللي باقيه واحط لها معلقه ميه كمان واسيبها بقى تتعجن لمده 10 دقائق علشان ناخد عجينه قوامها املس وناعم. ده نجاح اي عجينه في الدنيا ان القوام بتاعها يبقى املس وناعم وتبقى مطاطيه كده علشان تطلع معانا هشه وجميله جدا وما تفرولش تحت اي ظرف بقى بعد ما نطلعها من الفرن ونسيبها شويه كده ما نلاقيهاش مفروله معانا. جبنا العجينه بتاعتنا كويس قوي واخدت اللون تمام والدنيا تمام التمام. هنسيبها تخمر زي ما اتفقنا. الطبق اللي بتتنقل فيه يبقى طبق مدهون دهنه خفيفه بالزيت، وندهن وش العجينه نفسها بالزيت ونغطيها ونسيبها في مكان دافي. خمرت خلاص وتضاعف حجمها، بقسمها ثلاث كور، ثلاث كور متساويين زي ما انتم شايفين كده، ومغطياهم وسايباهم علشان يرتاحوا شويه. اهو متفقين ان كل مرحله من مراحل العجين لازم العجين بتاعنا يكون متغطي علشان ناخد افضل نتيجه وما يشققش معانا. برده بدا يلون وياخد لون ذهبي معانا بس لسه عليه شويه، خليه يكمل تسويته زي ما اتفقنا. الفايش هنا بيستوي على 180 علشان ما تعليش النار قوي فيبقى معجن من جوه. انا عايزه اعمل حاجه مهمه قبل ما اوريكم التشكيل اللي دخل الفرن ده. اللي دخل الفرن بعد ما بيطلع هو ده لونه، احمر من على الوش وجميل جدا، وعايزه اقول لكم هش بقى وطري ولطيف قوي. بس احنا متعودين ان الفيش يبقى مقرمش علشان كده لازم ندخله مرحله تانية الفرن. انا هعمل كده عشان يلحق يطلع معانا. اهم حاجه ترانش مشرشر، هبتدي اقطع بيه بقى. قطعي بقى بسمك كده متساوي. بصوا معايا شكله، بصوا هش ازاي. انا لو وريته لكم بصوا هيبقى طري ازاي. بصوا شايفين، بصوا تحفه، ده يتاكل كده لو انتوا حابين تاكلوه طري. بس احنا زي ما قلنا متعودين ناكله مقرمش، فهجيب صاج وابتدي اقطع الفايش ترانشات بالشكل ده وادخله فرن على درجه حراره 140. عايزاه بقى ايه على الهادي كده يتحمص ومش عايزاه يلون. اهم حاجه بقى في الموضوع ده العجن الكويس، لازم تعجني كويس قوي قوي. الترانشات الرفيعه بتبقى احلى كتير، وهتاكلي الفايش ده هتلاقيه مقرمش وهش كده لذيذ بشكل فظيع. تعالوا نرص دول يلا ونقطع واحده تانيه. هطلع بقى كمية ما شاء الله، عاملين احنا 4 كوبايات من الدقيق، هطلعوا معاكم كمية حلوة قوي. ايه رأيكم؟ يلا بينا على الفرن ندخل ده كده يتحمص وبعدين نعمل تاني غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى على درجة حرارة قليلة قوي، على درجة حرارة 140-150 عشان يتحمص معانا. تعالوا بينا بقى نشوف شكلنا ده ازاي. عجننا العجينة، خمرنا العجينة، شكلنا العجينة 3 كور متساويين، سيبناها ترتاح. بعد ما ارتاحت تعالوا بينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة كانت طرية معانا، فبصوا بتتفرد معايا بكل سهولة. خلاص فردتها بشكل إلى حد ما مستطيل كده وبسمك تخين شوية، اهو باين معانا زي الفل. يلا تعالوا بينا بقى نبتدي. عارفين تشكيل الفينو؟ هو ده بالظبط، كأني بعمل عيش فينو. الطرف النهائي هبتدي أقفله زي الفل. طيب صاج نفس الكلام، دهنة زيت خفيفة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة
ووزعها. بسم الله. هي نقطة زيت واحدة وتتوزع. بعدين ابتدي اخد التشكيل اللي شكلناه، والقفلة دي هتكون فين؟ على الأرضية. ونسيبه بقى علشان يخمر. تعالوا نعمل واحدة كمان. يبقى ناخدها نفردها إلى حد ما بشكل مستطيل، وبإيدينا. هي العجينة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحفة، تتفرد بكل سهولة، مش محتاجة نشابة ولا حاجة. وبعدين نبدأ نقفل، وتعالوا بينا بقى نحطهم هنا. خلصنا خلاص، محتاجين ان هم بقى يتخمروا ويرتفعوا تاني، فلازم يتغطوا تاني وبفوطة نظيفة، ونحطهم في مكان دافي يخمروا علشان ندهنهم بقى بخليط صفار البيض مع القهوة والسكر والحليب علشان ياخدوا اللون اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بصوا كده معايا، شايفين اللون الجميل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحفة. محتاجين كمان شوية ندخله سنة كمان ونطلعه بقى في الفرن. بعد ما قطعنا الفايش وعرفنا بعد ما بيستوي بنعمل فيه ايه، دخلنا الفرن علشان يتحمص على درجة حرارة 140-150 علشان يقرمش معانا. والفايش قبل التقطيع شفناه برضو كده، خلاص استوى واخد لون والدنيا تمام جدا. بس خليه هنا كده. يبقى كده بكل المراحل بتاعته، عجننا وخمرنا، شكلنا ثلاث كور، فردنا الكور وشكلناهم على شكل زي العيش الفينو كده، دخلناهم على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني علشان يستوي يبقى معانا بالشكل ده. يبرد ونقطعه زي ما شفتوا لما بنقطعه بيبقى عامل ازاي. انا سايبه شوية هنا من غير تحميص اهو، بيبقى هش وطري جدا. بصوا بصوا هش ازاي، وطبعا ما بنقطعش غير لما يبرد تماما. ده كده قبل التحميص. بعد التحميص بقى لما دخل على درجة حرارة حوالي 140 قرمش خالص. بصوا لو جبنا دول كده مع بعض، تحفة. بصوا بقى القرمشة، شايفين فين فين كده؟ يلا بصوا تحفة، مفيش أحلى من كده ولا أسهل من كده. نتيجة مضمونة 10/10. طول ما النار هادية عليه هيتحمص، والرطوبة اللي فيه اللي مخليها طري كده هتبتدي تروح منه، ويبتدي ينشف معانا من غير ما يتحمر ولا ياخد أي لون. قرب، هنسيبه شوية كمان. ادي الفايش من تحت من فوق، هنسيبه بقى يبرد خالص علشان نبتدي نقطعه ترانشات. كل ما الترانش كان رفيع كل ما هيقرمش معاكي بقى ويبقى خفيف جدا في الاكل. زي الفل، من تحت فل ومن فوق فل، بس كده.